باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاءنا النهاردة بمشيئة الله مع الإصحاح 18 من سفر الرؤيا الجزء الثاني. احنا كنا تقابلنا في المرة اللي فاتت في الجزء الأولاني، النهاردة نستكمل الإصحاح 18 ابتداء من العدد 11. وعشان تبقوا معنا في الصورة، هذا الإصحاح بيحكي الخراب النهائي لبابل. بابل هي رمز لمملكة الشر في العالم، وبيصف هذا الإصحاح كيف ستكون هذه النهاية وكيف إن الله سيزيقها العقاب والعذاب. إلا إن الله طلب من المؤمنين أنهم يبعدوا عشان لألا يصيبهم هذا العقاب، وثانيا عشان يعطوه فرصة أن هو ينزل بيها العقبات والعذابات اللي هي تستحقها. نقرأ مع بعض ابتداء من العدد 11. ويبكي تجار الأرض وينحون عليها، لأن بضائعهم لا يشتريها أحد فيما بعد. بضائع من الذهب والفضة والحجر الكريم واللؤلؤ والبذ والأرجوان والحرير والقرمز، وكل عود ثيني، وكل إناء من العاج، وكل إناء من أثمن الخشب والنحاس والحديد والمرمر وقرفة وبخورا وطيبا ولبانا وخمرا وزيتا وسميزا وحنطة وبهائم وغنما وخيلا ومركبات وأجسادا ونفوس الناس. وذهب عنك جني شهوة نفسك، وذهب عنك كل ما هو مشحم وبهي، لن تجديه فيما بعد. المعنى الجميل هنا أن ربنا ادانا كل ما هو على الأرض عشان يبقى وسيلة نعيش بيها، ما هوش هدف في حد ذاته. لكن اللي حصل أن العالم يعني أخطأ الطريق، فاعتبر أن هذه الممتلكات أو هذه المقتنيات هي في حد ذاتها هدف، وحاول الإنسان أنه يكتنز لنفسه كل ما أمكن من هذه الخيرات والأموال. وابتدى الناس يدوروا على تعظم المعيشة زي ما قال معلمنا بولس الرسول، لأنه معلمنا بولس وقال إن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما، وشرح لنا إن محبة الأموال هي أصل لكل الشرور. ونلاحظ هنا في القراءة اللي سمعناها دلوقتي إن يوحنا الرائي ذكر المواد اللي بيتاجر بيها الناس في هذا العالم أو ما يشغلهم، إيه اللي هم مهتمين بيه. فذكر مثلا في الأول الذهب والفضة والقرمز، ودي أدوات بتستعمل في الزينة، تستعملها المرأة في التزين يعني. العود الثيني والمرمر دي كلها لزينة البيوت الفاخرة والأساس الفاخرة القيمة يعني. القرفة واللبان دي روائح عطرة. الخمر والزيت والغنم دي مأكولات شهية فخمة. وبعدين الخيل والمركبات دي بقى للعظمة بقى وللخيلاء، زي النهاردة في الحياة المعاصرة العربيات اللي من الماركات الفاخرة يعني. رجع ذكر الأجساد، هنا بيتكلم على تجارة الجنس واللذة المحرمة. وذكر النفوس، هنا بقى الهراطقة اللي بيغوا الناس البسطاء عشان يتركوا الإيمان بالمسيح إلى هرطقتهم. والملاحظة العجيبة هنا إن لما ذكر الأجساد والنفوس في الآخر، دي معناها إن في هذا الزمان أصبحت حاجة رخيصة، حاجة سهلة. ومعنى هذه القائمة إن الناس ما عادت تهتم إلا بأنها تأكل أفخر وأشهى الأطعمة وتلبس أفخم الأشياء وتتزين وتزين بيوتها وتهتم بالموضة وبأمور الجسد والجنس. ده اللي هيحصل في نهاية العالم، في خراب العالم. لأن رجع قال هنا إيه؟ هتبطل هذه التجارة، بضائعهم لا يشتريها أحد. وهؤلاء التجار هيعملوا إيه في نهاية العالم لما يخرب هذا العالم وتبطل تجارتهم؟ يقول هنا السفر، يقول إيه؟ بضائعهم لا يشتريها أحد. ملوك الأرض هم اللي بيسعوا لامتلاك هذه الأمور، وتجار الأرض هم اللي بيتاجروا فيها، وكلاهما الملوك والتجار بتوع الأرض كل همهم مكاسبهم وأموالهم، بيسعوا وراء محبة الفضلة وينسوا تماما
وصايا الله، فتصير الأموال بتاعتهم هي إلههم، ويصير العالم هدف بدل ما هو وسيلة بيتحول إلى هدف. ولما تخرب بابل كل هؤلاء لن يجدوا إلا الندم، ويبكي كل تجار الأرض، زي ما جه هنا في الإصحاح يقول بقى وكل عود ثيني. في الثيني ده نوع من الخشب طيب الرائحة، لما بيحرق بيدي رائحة طيبة. ولازم ناخد بالنا ان ما ذكر هنا في هذه الليستة من الاكل ومن الاكل والتجارة ليس خطيا في حد ذاته، ولكن لما يبقى هو الهدف وكل الانسان يسعى انه يطلب اطيب وافخم المأكولات وافخم الزينات وافخم المظاهر اللي بيعيش فيها الانسان، بتبقى تحولت الى عبودية مرة. وبولس الرسول تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه، أعرف أن أتضع وأعرف أن أستفضل، تدربت أن أشبع وأن أجوع وأن أستفضل وأن أنقص. لأن في اليوم الأخير لن ينفع ما كنز الإنسان إلا ما الكنوز اللي في السماء، لكن إشباع اللذات والبطون والأبهة والأمجاد الزمنية دي كلها لن تفيد الإنسان. وبعدين كل المجد ده بيزول، يقول ايه ذهب عنك كل ما هو مشحم وبهي، كل ما هو كان بيتلذذ به كل ده ينتهي، لن تبقى الا الملذات الروحيه والبركات الروحيه اللي عاش فيها الانسان. بعد كده نتنقل للعدد 15، تجار هذه الاشياء الذين استغنوا منها سيقفون من بعيد من اجل خوف عذابها، يبكون وينحون ويقولون ويل ويل المدينة العظيمة المتسربلة ببذ وأرجوان وقرمز والمتحلية بذهب وحجر كريم ولؤلؤ. هنا الأشرار بقى يتأملوا في حبيبتهم بابل اللي خربت ويندموا على جمالها اللي خرب وانتهى وينوح، ولكن بلا رجاء وبلا أمل. العدد 17 و18، إنه في ساعة واحدة خرب غنى مثل هذا، وكل ربان وكل الجماعة في السفن والملاحون وجميع عمال البحر وقفوا من بعيد وصرخوا إذ نظروا دخان حريقها قائلين أية مدينة مثل المدينة العظيمة. لو العالم هو البحر فالربان والملاحين والعمال البحر هم اللي بيساعدوا في عملية التجارة، وده معناها أن كل اللي ساعد في تجارة الشر هيندم لما يشوف بابل المدينة العظيمة بتحترق. وألقوا ترابا على رؤوسهم، ما ده دليل الندم مش كده ولا ايه؟ وصرخوا باكين ونائحين قائلين ويل ويل المدينة العظيمة التي فيها استغنى جميع الذين لهم سفن في البحر من نفائسها لأنها في ساعة واحدة خربت. البحر هو العالم، والبحارة هم الوسطاء اللي بيساعدوا الناس على الشر اللي عايشين فيه، وكل دول بقى هيندموا ويبكوا على ما كانوا يظنون ان هو مصدر لغناهم وسعادتهم، وبقى موضوع لشقائهم ولهلاكهم وضيق وندم بلا فائدة. مشكلة الناس دول ان مصدر فرحهم الوحيد هو الخطية واللذة والشرور اللي عاشت فيها بابل، وتصوروا ان طالما خربت بابل ملهمش رجاء ولا تعزية، وفعلا لما خربت بابل ندموا انهم لم يتذوقوا التعزيات السمائية. ألقوا ترابا على رؤوسهم، علامة الحزن وعلامة الندم، بيحزن على ميت بيقعد يرمي تراب على رأسهم حاجة زي كده يعني، وبعدين يرجع يعطي الفرح للسماء، يقول افرحي أيتها السماء والرسل القديسون والأنبياء لأن الرب قد دانها دينونتكم. اشتهى السمائيون انهم تيجي هذه الساعة عشان ربنا يتمجد وعشان يظهر العدل، وذكر الرسل القديسون والأنبياء طالما أنظروا بهذا الخراب وهذا الهلاك وصدقت نبوتهم الآن وظهر العدل وصدق ما قاله الله وأنظر به هذه الشعوب وهذه الأمم، ويقول قد دانها دينونتكم، زي ما عذبت أولاد الله ربنا هيدنها ويهلكها. ورفع ملاك واحد قوي حجر كحجر راح عظيم ورماه في البحر قائلا هكذا بدفع سترمى بابل المدينة العظيمة ولن توجد فيما بعد.
سقوط بابل دفعة واحدة عمل رمزي إن سقوطها كان عظيما، وكان بأمر إلهي إن مملكة الشر هتزول من العالم. وصوت الضاربين بالقصارى والمغنين والمزمرين والنافخين بالبوق لن يسمع فيك فيما بعد، وكل صانع صناعة لن يوجد فيك فيما بعد، وصوت رحى لن يسمع فيك فيما بعد، ونور سراج لن يضيء فيك فيما بعد، وصوت عريس وعروس لن يسمع فيك فيما بعد، لأن تجارك كان عظماء الأرض، إذ بسحرك ضلت جميع الأمم، وفيك وجد دم أنبياء وقديسين وجميع من قتل على الأرض. هنا بقى صورة للخراب التام، هيختفي صوت الحياة من المدينة العظيمة، صوت اللهو وصوت الصناعات وصوت الرحى اللي هو بيطحن الدقيق اللي هو الخبز، يعني مبقاش فيه حياة، هتصير في ظلمة تامة، نور سراج لن يضيء فيك فيما بعد. ودي صورة عكس بقى اللي لما هنشوف بقى أورشليم السمائية في ختام السفر ازاي منتصرة في السماء كعروس مزينة، الله يسكن فيها والله يمسح الدموع من أعين المؤمنين وليس فيها حزن ولا وجع، ومش هيحتاجوا بقى سراج ونور لأن الرب هو هيضيء عليهم وينور لهم. والسبب في كده إن بابل أضلت كثيرين بسحرها، وطالما استشهد فيها قديسين لأن فيها وجود ذنب أنبياء وقديسين، عليها ذنب، ذنب هؤلاء اللي هي أهلكتهم وسفكت دمائهم. فخراب الشر في العالم هيسبب حزن للأشرار اللي تمتعوا بالخطية، لكنه في نفس الوقت يبقى فرح للسمائيين لأن عدل الله وقدسته هيظهره في خراب رمز الشر في العالم اللي هو بابل. يتبارك الله اسمه القدوس في الكنيسة، لإلهنا المجد والكرامة إلى الأبد. آمين. شكراً.